صراحة إذا جيت كلشي صحيحة إن شاء الله تجيني تما شي خمسة كاملة. إذا الخاوة دابا على الله خاوة باش تفرحي الوالدة الخاوة، أقسم بالله أنا هادشي كامل الوالدة ما قلتش الوالدة، أقسم بالله ما قرات باكالوريا الخاوة حق الله. واحد خان أخت وريني مات فهمتي، قال لي تبقى قاعدة كاسنا دابا خرج نطبق معاها في القواعد. أما ديك الجدار مي واحد خيتك يسامحنا في أي بي، أي ساعة نزلت في أي بي بوحدة. بوحدة لابس نزلت في أي بي. ولكن زعما عطيني شوية اتساع، عطيني عطيني باش نعمل باش نعطي باش توقف عليا بحال عاصي ربي تأذن عليا. وانا طبعا غنسقسيك واحد السؤال اللي باقي ما سقسيتوش على حتى شي واحد. علاش كتخرجوا دغيا وكاين اللي باقيين داخل؟ دابا ان شاء الله الا نجحتوا فينا تقضيوا هاد الصيفيه ديالكم. صباح راه خاوه زايا ان شاء الله. حنا كتبان لي عاد صباح حربية ولا بلا بيا زين ضروري خاوه. حذيفه كيف هو الامتحان ديالك هاد الصباح هذا؟ صراحه انا خاوه رجعت لنص ساعه تبارك الله، خرجت صراحه ديال ديك نص ساعه صراحة. إذا جيت كلشي صحيح إن شاء الله تجيني تما شي خمسة كاملة. دابا إلا جبتي كلشي صحيح فين تقدر تقضي الصيفية ديالك؟ خوا ناوي خوا ما نعرف فين ندير باقر في الكراج ولا ندير شي حاجة أخرى. حيت ما المهم أسمع من مشروع المهم. آه طبيعة الحال الله يا خا حنا بقاو بلا حتى شي حاجة. خاص كاين شي هضرة ثقة في الناس قول سالكم. لا يعني أسمع من المشروع ديالنا. آه لا شي آه إن شاء الله. هذا مجاوبتي اليوم مزيان. عدلنا جهودنا. شكون اللي أحسن البارح ولا النهار اليوم؟ لا البارح. يا البارح اللونجلي محا حنايا كنقراو بيسي أونجلي. اللونجلي عمرنا ان شاء الله شي فوق 16 تما ياك، وفيزيكا عاوتاني عدلنا جهدنا شي 6 ولا 7 تما. واليوم؟ اليوم الرياضيات شويه والسنة مش حطونا شي حاجه. اوه العشي ورقه زعما نتهلا فيك ولا كيكذب وصافي. لا عاوني عاوني ما نكرولوش الخير ما نكرولوش الخير. واجي ان شاء الله يا ربي دابا مشيتي نجحتي الصيفي فينا تعمل ان شاء الله. ندبروا على شي خدمه وندفعوا شي مدرسه الليستيه ولا شي حاجه لا فاك ولا شي حاجه، المهم ما نبقاوش جالس. يعني الطموح باقا طويله يا. الطموح باقا. البارح الخاوة عطيني ساديو ماني انا بين سبورت ولا عصام شوالي ساديو ماني، ساديو ماني تبان لا راسو الخاوة انا اللي باقي ما دباتي لا راس. عندك مستقبل واعر بشوط الطابع ديالي واخا من تواعد انا كنت كنكور مع الاتحاد الخاوة ما بقيناش. الخاوة دابا على الله خاوة باش تفرحي الوالدة الخاوة، اقسم بالله انا هادشي كامل الوالدة ما قلتش الوالدة، اقسم بالله ما قرات باكالوريا الخاوة حق الله. واحد خان اخت وريني مات فهمتي، قال لي تبقى قاعدة كاسنا دابا خرج نطبق معها في القواعد تيخرجي بلادي. واو شوف كيف واش بدك يكتب تتزنفر وخرج بحالك. الخاوة هاي الدليل خيوة بقيت كنكتب تتزنفر تا صاحبي تتزنفر. عادي يا خو قالوا تبقى قاعدة. قالوا تبقى قاعدة خرج معها في القواعد. قبات بيرو خاوة الشيفور ديالو مالا صح اي حاجة جاو مني يا تبارك الله عليك. هو مجتهد هذا تناولش العقبه. صراحة ما جاوش معاك وكان جاي معاك نوريه بالحق كنوريه ما هو مسقسي. ورانا بصح صراحة ساهل بزاف ساهل بواحد الطريقة ماشي عادية والحراسة كانت مضخمة والحق اللي جا معاه فقط اقسم بالله لا الحراسة في الصحراء اقسم بالله الحراسة كانت مضخمة بواحد الطريقة ماشي عادية. الله يفتح على هذيك الأساسي الله يكثر من أمثاله. امتحان كان ساهل حقته خصك تزر باش تقدر تجاوبو كامل حق امتحان ساهل بزاف صراحة. لا الحمد لله. أما واحد جا دارمي جا فيا البارح ماشي أستاذ جا دارمي الخاو اقسم بالله أنا مشا تضربك بديك يدو يدو قادة كيجي ما كيخليكش مرة صافي تهضر معاه كاين الطابلة كيغطي عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله الخاو. إذا كانت قضية مرخوفة راه مزيان. إذا كانت قضية مرخوفة راه صافي كزرا. غنمشيو نقراو في الصين في ديك الساعة في كيفاش. كيشوف كيخلعك بعدا كيفاش. لا هذا صافي الخاو أقسم بالله إلا خلع أنا ما عاد دخل خلعان هذيك الصوت اللي عام. خصو يجيب أستاذ التربية الإسلامية. إيه دار معايا. من راسنا وكيبدا يستغفر ربي. اقسم بالله اللي قدام راسي كيقول لي استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله في فيزيك ما خلانيش ناقل مره كيرقيك كاش ما كيرقيني هو كيستغفر الله كيقول لنا التليفون ممنوع ممنوع التليفون دار على قسم كامل دا اربع تليفونات واحد خانه واحد خيتي دا ثلاثه وبالحق ما عطاهم شي تقرير. هذه الحاجه اللي مزيانه بحق امتحان فيزيك كان يعني مزيان الحق هذا احسن رياضيات مزيان. اما ديك الجدار مي واحد خيتك يسامحنا في اي بي اي ساعه نزلت في اي بي بوحده بوحده لابس نزلت في اي بي حقك على دار باك انا باينه ما هي باينه استاذ مي لا ما هي باك صراف دابا عدى فينا بجوج بينا والله العظيم ديك الطاوله صافي الخاو حق الله. انت البارح كيفاش دوزت؟ لا شو دوز فيزيك فيزيك لا حول ولا قوه الا بالله. لا ست ساعات ولا جالس الجسم ما يكش لوكلي شويه لوكلي تعبنا معاه. اما مط دابا مط ساهل المهم هيدا وهيدا المهم حنا نتمنوا التوفيق للشباب داكشي اللي كاين الصغر الاساسي اللي تعبنا معاه. كيفاش دوزت الامتحان ديالك؟ دوزت خايب صعيب شويه بزاف
ما رخوش عليكم شويه هيدا بس حس بالراحه النفسيه شويه؟ با بالراحه النفسيه كتجبر بنادم كيدور عليك من هنايا ومن هنايا ويبقى واقف لك عند راسك بحال تقول لا ما عرفتش شنو تجبد له الحشيش من تما. يعني ما كتحسش شي واحد راحه باش المسيحان ديالك؟ با اننا ناويين نقلو داكشي ولكن زعما عطيني شويه اتساع، عطيني باش نعمل باش نعطي باش تقلع عليا بحال عصير ربي تأذن عليا. شكون احسن دوزتي واش نهار البارح ولا نهار اليوم؟ ماشي نفس المواد باش نحكم، ولكن البارح عاوتاني لونجلي كانت مزيانه وفيزيك عاوتاني تاهي ما طفرتوش يفهم. ونتمناو التوفيق ان شاء الله وبالنجاح ان شاء الله. دابا الا مشيتي نجحتي ان شاء الله فين تدوز الصيفيه ديالك؟ يعني فين دوزة غير طنجة زعما بان لك هنايا مشهور المالديف عادي غير هنايا وصافي. ايوا الله ينسحك ان شاء الله. امين شكرا. وانا طبعا غنسقسيك واحد السؤال باقي ما سقسيتو على حتى شي واحد. سقس. علاش كتخرجوا دغيا وكاين اللي باقيين داخل؟ خرجوا لي واحد جوج الاسئله الاولى فراح قلت صافي نكمل. مشيت الثاني صافي ما بغاتش تخرج الورقه الواسخه عمار حتى وانا باقي ما مجاوبش حتى على شويه. صافي كتبدا تجاوب شويه كتجبر راسك يعني ما قادرش تزيد ناتي ما قادرش تدور عند اللي موراك. تخرج حالك يعني اللي عملتي ساليته يعني ما عسقاي بقيتي عسقاي جالس كتشوف في الورقه ولا كتشوف استاذ اللهم ما تخرجش هو من احسن ما تخرجش باش ما نعرف تقدر تبقى الغافله في الاخر البارح ما كتشي الغافله كل يوم قول الامور مزيره يعني لا البارح شويه كان الاساتذه ظريفين واخا واحد استاذ جات طاحت فيا في فيزيك الله يسمح لها الخاوس امين او لونغلي اصلا كان سهله احنا ما عندنا شي مشكل اليوم المطر خوا اليوم قضيه صعيبه صعيبه بزاف الخوا والله يوفقك مرضي ديالك السلام عليكم عليكم السلام صباح الخير بعدا فرحانين باين دوزتوا امتحان مزيان الحمد لله ولكن طويل بزاف الامتحان كان في المستوى وغير شويه الحراسه كانت مشدده حنا جا فينا واحد الاستاذ صافي ما كانش كيحرص الصراحه مزيان ولكن المهم يعني حسيتوا واحد الراحه بعدا قدرتي تجاوب الحمد لله عوضنا شويه فيزيك طيحوا صعيب الصراحه ما جاوبش والو دابا ان شاء الله دابا جوج بيكم الا مشيتوا نجحتوا فين تقضيو الصيفيه ديالكم بالدار ما عرفتش الصراحه نتمنى ان شاء الله بالنجاح ان شاء الله خاينا دير خروجتي مدهشر مره وامتحان اخاوه فهمتي كاين شي دور ساهلين وشي دور صعاب على بالتينا خروجتي الاخران يعني صلح درج غتكون جاوبتي وما لنا شي بركه الحمد لله يعني مشاو شي الورقه بايطين هذيك المهم عمار لا وسخنا وشي حاجه وشي حاجه يعني شي نقطه ان شاء الله لا بالعامر بالعامر ما نخافش ونسينا اخاوه عملت شي حاجه اللي فهمتها درتو سيماله طاحوا لنا ساهلين خرجتهم شي حاجه وديك بس واحد المساله عاود فهمت شي حاجه كانت فيها شي اسئله كسبسب صافي واحد التمرين ثاني عاود فيه واحد كتبت واحد السؤال اخر صحاب دابا ان شاء الله الا نجحتوا فينا تقضيوا هاد الصيفيه ديالكم صباح راه خاوة زايا ان شاء الله انت كتبان لي عاد صباح عربيه ولا بلافيه ضروري خاوة هاديك خاوة ديالي الغزال يعزك اشي برازيليه كيف دوزتي الامتحان ديالك خاوة كتبنا شي حاجه بالحق في الساعه الاولى كنت لابس واحد الشندر ازرق خارج برا الورقه كامله خويا شويش قلعت عليه رودريغو فما حاجه ويجب كلشي عامر اذا نسينا عندك شي حاجه لا علاش ماشي عاد هذاك الشيء فهمتي العقل كيكون مخربق في الاول كتكون واحد الخلعه في الاول في الاول كتكون واحد فهمتي ما كتعرفش من والو حق دغيا الساعه الاولى من الفوط كتكتب كل شيء حاول ان شاء الله يا ربي الا نجحتي فينا تدوز الصيفيه المره نجحنا ولا ما نجحناش الصيفيه مدوزينا ان شاء الله مدوزينا من المجهود ديالك كتسمع بنت عملت المجهود ديالي اخا حنايا ان شاء الله نجيبوها ان شاء الله دابا اصلا شوف انا مدريدي صافي دينا الليغا دينا الشامبيون مبابي جا بقى لنا باكالوريا الحين زيو في الصيفيه هذه هي الهضره الله يوفقك اليوم مزيان الحمد لله الرياضيات جات سهله وداك الشيء اللي قريناه جبرنا في وسط الامتحان اللي راجعناه كامل في وسط الامتحان على حساب البارح ان شاء الله كيف حتى البارح فيزيك داك الشيء اللي راجعناه كامل في الامتحان هو الوقت ما كفاناش وصافي اما يعني كل شيء سهل الصراحه لونجلي فيزيك دابا ما ان شاء الله فاش عندنا الفلسفه غدا العام تبارك الله الله يسعدك ان شاء الله البارح كيف دوزتي الامتحان ديالك البارح شي حاجه في لونجلي رخفوا علينا الصراحه في حق فيزيك ما كايني اي ارشح تخيب ان شاء الله معاك تنجح فينا الدوز الصيفيه ديالك افا عنده نتلاقى من حوسيمه براش الصيفيه تصار غير حوسيمه واد لا دابا البلاصه ديالنا حنا نجحنا يا ما نجحناش صيفيه غندوزوها ندوزوها خايب ابراهيم تبارك الله كان هادشي اللي عطى الله ما وفقناش هذا العام هذا ان شاء الله العام اللي جاي ان شاء الله بخير هاني كيف دوزت الامتحان ديالك؟ الامتحان في متناول داكشي ساهل فهمتي خلاونا طلقوا لنا شويه اللعب نتبادلوا الافكار تحس بواحد الراحه النفسيه ما ضاغطينش عليك فهمتي اللي حتى جيتي كتسولهم الله يعمر هادر الله داز كل شيء نتمنى لك التوفيق ان شاء الله دابا الا مشيتي نجحتي ان شاء الله فين تمشي تقضي الصيفيه ديالك ان شاء الله الصيفيه
صافي ندوزو في كازا ان شاء الله. ساعة نجي عندك داك سلام علي. كيف سينا؟ مزيان بخير الله يحميك. تبارك الله. الميكرو زرق مع نسينا زرق. زرق زرق كلشي متناسق. تبارك الله عليك. كيف دوزتي الامتحان ديالك؟ الصراحه امتحان ساهل. هذا الامتحان ديال الماط ساهل اكثر من الفيزيك فهمت. هادشي قرينا الصراحه كلشي هذاك يعني جاوبتي تبارك الله. امتحان كامل مخرج فهمت. امتحان كامل شي ساهل الصراحه. على الله نضربوا شي مقطع يعني بحال البارح بحال اليوم ما عندكش مشكل. لا البارح لا البارح شويه صعيب ولكن هذا مزيان. هذا احسن لنا ولك التوفيق ان شاء الله يا رحيم. الحاجه اللي عجبتني فيك هو فلسطيني وما تدوز مسيحه وبالمغرب والمغرب ندوز بوفاندا. تبارك الله ضروري حنايا كندعموا القضيه الفلسطينيه وهذوك خوتنا مسلمين بحالنا بحالهم. كنبغي نقول من هذا المنبر تحيه للجن. صافي السلام عليكم. امتحان بعدا باش نهضروا على امتحان. راه امتحان كان في المتناول الاساسي دار تعاملوا معنا الطب في المعامله. لا هذه ما معامله ما والو. لا تعامل معك اللجنه كانت مرجعه حيد لك التليفون. لا بالحق ما رجعولناش. صافي ماشي مشكل. المهم تعاملوا معنا خلاونا نتعاونوا مع بعضياتنا حنايا بيناتنا في قسم والحمد لله ضمننا شي نقيطات ان شاء الله العام هذا نجحوا وفلسطين حره. تبارك الله. كيفاش دوزتي الامتحان ديالك الصباح؟ مزيان داك الشيء الصراحه ساهل ولكن كتبقى تكتب بزاف كتكتب بزاف طويل بزاف فهمتي. واخا جاوبنا شويه ما تيقولوا زعما من 8 حتى ل 11 كافيه قبل. لا لا خصك يزيدوا لنا شي ساعه والله الا ما كفاناش كان يزيدوا لنا شي ساعه ولا نص ساعه ما كملناش امتحان فهمتي. كيخرجوا دغيا كيفاش كيعملوا؟ وهذوك كيكونوا ما عرفتش ما كيساليوش فهمتي كيكون عندهم حراسه صعيبه كيخرجوا بحالهم فهمتي. وحنا الصراحه جاوبنا على الله دابا نجحوا يا ربي غير نجحوا ان شاء الله ننجح ان شاء الله. امتحان الا كنت انت مراجع غادي تجاوب وغاتكمل الامتحان ديالك بالحق الا كنت كتسنى النقله طبعا ما تساليش لان استاذ بالك معاه عندك ما تنقلش ما عرفش عندك حصلك. اما بالحق الا كنت فاهم وخادم مع راسك يعني مينيمو واخا تخدم غير جوج سيمانات يعني قبل الوطني هاد الامتحان هذا بالنسبه لجوج سيمانات تكون خادم رياضيات اقسم بالله تجاوبوا كامل كطير خاصه الاحتمالات وشنو اسمه لي سويت وشنو اسمه ليسباس جيومتري كما قال هادو كانوا ساهلين بزاف وشنو اسمه كومبلكس كانوا صعابين. جيبوا لنا الصعيب هادشي ساهل جيبوا لنا الصعيب هادشي ساهل باغي صعب على الدراري. هذه كانت الاجوبه ديال التلاميذ ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله وبالنجاح الجامع. السلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.